السلام عليكم. الماتش ديال اليوم كان خاصنا ضروري نربحو بهدف ولا اكثر باش ندوزو. نهزمنا في مقابله الذهاب بواحد 0. الظروف ديال الافريقيه شويه صعيبه في الروتور قدام الجماهير ديالنا اللي كتعاوننا. كنبغي نهدي لهم هذا الانتصار وكنشكر جميع اللعاب على القتاليه ديالهم وديما وداد، وكنبغي نهدي هذه الكاليفيكاسيون لجمهور الوداد الرياضي.